شويه د اللوبيا. هاد اللوبيا راه نطيبها غير بلا بصله بلا والو، هي بالثومه والبزار وزيت البلديه الملحه، فيها الثومه راه ما فيهاش كاع. غندير دابا شي شويه يقطر شي شويه ديال زيت البلديه، وكل واحد غادي يهز الزليفه ديالو مع داك مع الحوت. وهذه هي الغديوه ديالنا. دابا زدت لها شويه ديال الكمون شويه ديال زيت البلديه، وهي راه مطيباها، سلقتها بيتها فازقه في الماء، وفي الصباح صفيتها وشللتها، درتها في الكوكوطات نص طيبه مع شويه ديال الثومه والزعفران الحر والملحه. ومنين طابت شحرت مطيشه مزيان، مطيشه هي العاديه حكيتها، وزدتها مع شويه ديال الثومه، طيت مطيشه بوحدها وزدت عليها وصافي، جات بهذا الشكل. ما فيها لا بصله لا حتى شي حاجه، كاين اللي كيديروا فيها البصله ولا هذا، هذه ما فيهاش البصله. وبالصحه والراحه. وبالنسبه للبرد، واحد المره مره ياخد شويه ديال القطنيه بلا لحم بلا والو، ارتاحوا من اللحم. وانا رافقتها مع الحوت. هذا راني هي شريت هذا الحوت هذا، ودي رافقته مع شويه ديال اللوبيا، وهذا الشيء اللي كاين. هذا راه هي شريته كما قلت لكم، وصافي بالصحه والراحه. فكره شاركتها معكم، الله يجعل البركه.